دورجا دورجا سترانو، وينها دورجا؟ يمكن طلعت شوي على السوق، قال بدها تشتري شوية أغراض. شكرا. قولي لها جيت أسأل عنها. أبراجي الديب معك بيا. قولي لي ليش عم تتصلي؟ قلت لحالي بخبرك إنه حبيبتك الست دورجا، يعني مرته للسيد جاي والي، راحت هلأ لتشوف ولادها. وأنا ما بعرف إذا هي راحت لتشوف ولادها ولا لتشوف جاي. أنا ماني متأكدة من هالشي، بس قلت لحالي بتصل وبخبرك هالمعلومة. شكرا. أهلا وسهلا. ايه أبراجيت، خليك محلك ولا تتحرك يا جاي. الشي اللي عم تعمله مع باني رح يخليها تتدمر على الآخر. شو قلت؟ احكي شو بدك لشوف. لف شوي وتطلع لورا. انا معي هون شوية سيديات، وهالسيديات هي فيها أسرار دورجا وباني، واللي رح تقضي على التنتين. وهالسيدي الأحمر في قصة ابن أختك ساهل كلها، وكيف هو انقتل وقتها. أبرجيت أنت. إيه يا جاي. أنا ومين في غيري ممكن يعمل هيك شيء؟ احكي شو بدك. يا جاي والي، قديش أنت عم تعذبني معك بالشرح بكل مرة، مع أنه الذنب مو ذنبك. اسمعني، إذا بتقرب على باني حتى لو خطوة واحدة، فسيارتي راح تروح لحالة على أقرب مخفر، وهي السيديات راح تكون. بابا، نحن إمتى بدنا نشوف الماما؟ بابا ليش ما عم تخلينا نشوف الماما؟ يا جاي والي، اسمعني لو سمحت. قرر بسرعة شوي. أنا بعرف كتير منيح إنك بتحب باني، وبعرف إنه ما فيك تشوفها وهي عم تقضي باقي حياتها جوا السجن، وخصوصاً لما يعلقوا مشنقتها قدام كل العالم اللي بتعرفهم. أبرجيت، أنا بنصحك ما تعمل أي شيء. ليش؟ ليش ما بدك أعمل شيء؟ أنا فيني أعمل كل اللي بدي إياه. لأنه قد ما أنت بتحب باني، فأنا كمان بحب دورجا أكتر مما بتتخيل بكتير.